والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه. اخواننا احبابنا الكرام، هذه هي مسجد الثانويه الشرعيه في تركمان بارح. هذا المسجد الذي كان مناره للعلم وصرحا ياوي اليه طلاب العلم من جميع انحاء سوريا ومن البلدان المختلفه، كانت تقام فيه حلقات التعليم المسجديه وكانت فيه الدروس التخصصيه. جاءت داعش وحولته الى مكتب النكايات، وهذه النكايات التي جمعتها داعش في هذا المسجد العظيم المبارك. ثم إن أهل القرية عندما رأوا ذلك دفعتهم الغيرة إلى تنظيف هذا المسجد، فجاءوا وبدأوا برفع القمامة ورفع النفايات، ولكنهم خوذلوا عندما بدأوا بحمل النفايات. جاءت انفجر تحت النفايات لغم، كانوا قد قلعوا بلاط المدرسة ووضعوا اللغم تحته ثم بلطوه حيث لا يكشف، فعند رفع الأوساخ انفجر اللغم، فاستشهد 3 من إخواننا في تنظيفهم لهذا المسجد وأصيب 8. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي المرضى والجرحى ويتقبل الشهداء، إنه سميع مجيب. هذه داعش الإجرام حولت منارة العلم إلى مكان أظلم، نسأل الله أن يعيده صرحا علميا يشع نوره في هذه المنطقة وفي بلاد المسلمين، وجزاكم الله خيراً.